للتعمق حول نتائج هذه الانتخابات ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور بكير أتاجان مدير معهد اسطنبول للفكرة. دكتور بكير أهلا وسهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. إذا انتهت الانتخابات وأعلنت النتائج وبقي ربما أن نفكر ماليا قليلا بشكل هادئ لنتائج هذه الانتخابات، أن نقرأ نتائج هذه الانتخابات. بداية، هل يمكن للنتائج غير الحاسمة لهذه الانتخابات تحديدا على المستوى الرئاسي أن تعكس استقطابا عميقا في المجتمع التركي؟ يعني أولا هذه نتائج حاسمة، لا نستطيع أن نقول غير حاسمة. لماذا؟ لأن أردوغان حسم الموضوع منذ الساعات الأولى من الانتخابات، إن كانت في البرلمان أو في رئاسة الجمهورية. لماذا أقول؟ ولكن بناء على قرار الدستور والتي تنص بأن المرشح لابد لكي يعتبر هو الفائز لابد أن يأخذ 50 فما فوق، يعني 50 زائد ولو واحد. هو أردوغان اقترب إلى 50 جدا جدا، وهذا السبب سوف تعاد الانتخابات مرة ثانية بعد 15 يوم. إذن لن يتغير شيء، الحازم والفائز هو أردوغان مرة أخرى، لأن الفارق بين مرشح المعارضة وأردوغان حوالي 5 يعني بما يعادل 2,650,000 ناخب. نعم، لكن دكتور بكير، عدد كبير جدا. دعني أناقشك في هذه الفكرة تحديدا، هي غير حاسمة قانونا على الأقل بالنسبة للقانون التركي في هذه الانتخابات، وبالتالي هي قانون غير حاسمة. لم يستطيع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان حسم هذه المعركة الانتخابية في جولتها الأولى، وذهب الاثنان إلى معركة ثانية أو جولة ثانية لهذه الانتخابات. هل يمكن للخطاب الدعائي للرئيس الحالي أردوغان أو حتى لمرشح المعارضة كليتشدار أوغلو أن يتغير في الأسبوعين القادمين، أن ربما يتوجه إلى فئات مختلفة؟ قد تكون هذه الفئات اختارت أحدهما دون الآخر. نعم بالطبع، والدليل على ذلك يعني الاثنين لن سوف يكونون يعني أكثر راحة وأكثر يعني نستطيع أن نقول الخطاب أن يكون يجمع الكل وليس لشريحة المنتخبين فقط، لصالح من كان يكون. لماذا؟ لأن الاثنين بحاجة إلى يعني إلى هؤلاء المنتخبين مرة ثانية، ولذلك لابد أن تكون الخطابات أكثر دقة مما كانت عليه سابقا قبل أيام. يعني الـ5% التي ذهبت إلى سنان أوغلو مرشح ثالث في هذه الانتخابات، هل نتوقع أن تذهب جميعا ككتلة واحدة إلى مرشح بعينه؟ لا، مش ممكن. هذه يعني الأصوات التي ذهبت إلى سنان أوغلو هي كانت تريد يعني وجه شديد. أولا وجه شديد، الكل كان لا يقبل بأن يمر رئيس الحالي أردوغان، وأيضا الوجه المعارض أيضا قديم وليس بشديد. صحيح. لماذا أقول قديم؟ لأنه يعني خسر 10 مرات أمام أردوغان إلى الآن، ولن يعطي شيئا جديدا، وحتى وعوده لن تكون جديدة، وحتى ما يدعيه ليس بجديد. طيب، هذه الفكرة يمكن أيضا أن تنسحب على أردوغان. صحيح، ولكن سنان أوغلو أولا عمرا أصغر منهم، ثانيا جاء ليخاطب 6.5 مليون شاب جديد، لأن كما تعرفون تركيا عندها نسبة عالية من الشباب. صحيح. والذين هم سوف ينتخبوا مرة، وهذه النسبة الشريحة الكبيرة لا تريد أشخاصا بعمر آبائهم وجدهم، يريدون يعني أشخاص قريب لأعمارهم. لذلك كان الوجه الجديد لهم سنان أوغلو. نقطة لابد ذكرها، سنان أوغلو أولا علماني وثانيا قومي. صحيح. يعني بمعنى آخر يخاطب القوميين والعلمانيين، وهذه تكون لصالح أردوغان أكثر ما تكون لصالح قلسطر. صحيح، الذي يتحالف مع الأحزاب القومية. نعم نعم نعم، هذا السبب بالضبط. طيب، إذا أنت تقول أن القوميين داخل نسبة 5% سوف تصوت لأردوغان.
البقية من العلمانيين الذين صوتوا لسنان أوغلو. نعم نعم. طيب البقية من العلمانيين الذين صوتوا لسنان أوغلو، هل يتوقع أن تذهب هذه الأصوات إلى مرشح المعارضة؟ يعني هذه الأصوات ربما تكون، أعطيكم مثالا، هذه الأصوات حوالي 5 وشوي، يعني 1.5 لصالح كيلوستاروغلو، 1.5 لصالح أردوغان، والباقي لا يذهبون حتى إلى الانتخابات، لأنهم هم بالأصل كانوا يريدون وجها شديدا، وهم معارضين بالأصل لهؤلاء الاثنين القديمين. طيب. لذلك هذه يعني لن تغير نتائج الانتخابات الحاسمة منذ أيام. طيب دكتور بكير، كيف نفهم هذه المفارقة؟ أن تذهب أو يذهب الناخبون للتصويت لصالح تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية دون أن يصوتوا لأردوغان؟ يعني أولا أردوغان لابد أن يأخذ النسبة الآن حوالي 50، إذا وكمان نقصة لابد أريد أن أذكرها لكم، ربما لن تؤخذ بعين الاعتبار. الآن الذين يصوتون مش في المرحلة الثانية بعد 15 يوم، هؤلاء الشباب أكملوا 18 سنة، لن يستطيعوا أن يقبلوا العمر 18 سنة في الأسبوع اللي فات، لذلك الآن سوف يذهبون إلى الانتخابات حوالي 500,000 شاب جديد، هؤلاء الذين يحسمون النتائج وليس من طيب. صوت لصالح. دكتور بكير، ذات السؤال، في بعض الولايات في بعض الولايات ذهب الناخبون لانتخاب تحالف الجمهور في الانتخابات البرلمانية لكنهم لم يصوتوا إلى أردوغان، لماذا؟ مثلا عندك على كل ما قصدته هو أي المدن بالضبط. نعم، اسطنبول على سبيل المثال. صحيح. لا، ليست اسطنبول، مدن أخرى زي طيب يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور بكير أتاجان مدير معهد اسطنبول الفكر. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا.